الدكتور محمد سليمان الحربي القريات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باسم زملائي في الهيئة الطبية بالقريات أتقدم بالشكر الجزيل لكم على هذا الاجتماع المثمر. تقريبا كان عندي نقطتين فقط، لأنه يعني الإخوان غطوا بعض النقاط والمشاكل في الهيئات. المشكلة الأولى حجوزات للمواعيد القريبة. عندنا كما تعرفون القريات عندنا مشكلة حجز طيران. كوننا قريبين من بلاد الشام فمشكلة الحجز طول السنة تقريبا في إشكالية. فإذا جانا موعد للتخصص خلال 48 ساعة أو 72 ساعة ممكن ما حصل حجز للمريض. وبناء عليه يتم تأجيل الموعد. ومن هنا تبدأ إشكالية تجديد الموعد اللي راح على المريض. يصير صعب جدا. اللي هو الموعد الأول للمريض يصير صعب. تجديد الأول إلا عن طريق طلب فاكس وننتظر ما ندري متى يجينا الوقت. هذه النقطة الوحيدة اللي يعني عالجها في القرية. تفضل يا دكتور تفضل تفضل. إذا عندك نقطة ثانية تفضل. عفوا. تفضل إذا عندك أي شيء يزيد في أضيف. والله يعني في نقطة وضعية لما تكون الحالة منومة عندنا في المستشفى وتقبل في التخصصي كحالة أوت بيشنت. ممكن الحالة تتطور عندنا لحالة إرجنت ومستشفيات مضاعفات كومبليكيشن. فبصير التواصل مع الطبيب اللي قبل الحالة في التخصصي مع الطبيب إلا عن طريق الربط الإلكتروني والاتصال. أحيانا يكون في صعوبة بالربط هذا. ما لا لا يا دكتور، اذا في صار عندك اشكاليه مثل هذه تكتب تقرير جديد وتخبرنا فيه على طول، ما عندنا اشكال. هذا واحد. اثنين تطلب رأي طبي ثاني. عندنا عبير موجود. يا عبير تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاشكاليه هي انه تتحول من اوت بيشنت كيس حتصير ان بيشنت ارجنت. هنا الاشكاليه في تغيير الوضع عندكم. السيستم ما يقبل التقرير الجديد. النظام ما يستقبل انه نجدد التقرير بتقرير جديد. لا بس احنا لما تكون عندنا الحاله هذه نسوي ابديت التقرير ونرسله من جديد، فعلى طول يعني يستجيبوا معنا بالحاله اذا كانت ارجنت، خاصه حالات الاي سي يو. موضوع راي ثاني، سكند اوبينيون. سكند اوبينيون. حتى بموضوع السكند اوبينيون موجود عندنا، يعني على طول يعني خلال يمكن ثلاث ساعات يكون موجود الرأي الثاني. المشكلة هي بس بتجديد المواعيد. صح، لما يكون المريض نيو بيشنت ونطلب موعد جديد عشان الحجوزات انه راحت، هذه نلاقي فيها صعوبة كثيرة. يجينا موعد بعد سنة بعد ست شهور. هذا هو بالفعل الإشكال اللي موجود عندنا.